نعم اي دققوا، حاولوا تركزون معي حتى نمشي على السريع، تكملون وتغادرون الكلاس. موضوع البرمجة الخطية من المواضيع اللي كثير مهمة، تفيدكم أنتم على صعيد اختصاصاتكم. على الوضع تسجيل المحاضرة. اضحك عيني، أنا المحاضرة عندي فيديو راح أرسلكم إياها مع الكلاس، إذا ما رمت على الكلاس راح أرسلها يا محمد. نعم فموضوع البرمجة طيب بس الخطية، الشكر. نعم عيني، موضوع البرمجة الخطية أشي نحن قلنا أي مشروع نقيمه أو نبدأ بينه عندنا هدفين، أما هدفي أنا أعظم الأرباح إلى أعلى حد ممكن أو أقل التكاليف والخسائر إلى أدنى حد ممكن مع بقاء مستوى المدخلات ثابت. أنا إذا عظمت الأرباح وغيرت بحجم المدخلات بمعنى أنا ما عد أعمل تعظيم ربح، لكن أنا خطوات عريضة نحو الخسائر. أنا دائما يهمني أنه أعمل توازن بين حجم المدخلات والمخرجات اللي نسميها الإنتاجية اللي هي المدخلات عن المخرجات. فعندنا 3 حالات، الحالة الأولى أنه أزيد المخرجات مع ثبات المدخلات، أو أنه المدخلات تكون عندي زيادة بنسبة أعلى من المخرجات، أو تكون أقلل المدخلات وأثبت المخرجات. فإذا أنا بكل حال من هذول الحالات الثلاثة يكون عندي الهدف الأول والأخير هو أما أعظم الربح أو أقلل الخسائر. فنحن بالبرمجة الخطية نعالج المشكلة اللي تظهر عندنا وتعترض هذا الهدف، اللي هي مشكلة الندرة، يعني قلة الموارد البشرية أو الموارد المالية أو المواد الأولية اللي أنا أستخدمها بالعملية الإنتاجية. حتى أجي أبدأ أنا موضوع البرمجة الخطية أقول من ماذا تتكون البرمجة بس الخطية؟ أنا تسجيل، لازم، نعم عيني تفضلي. تتبس تسجيل. يعني هسه قلت لهم الزملاء كان عندي فيديو مال البرمجة الخطية راح أحاول أخلي لكم هو يا محمد. اوكي، نعم يعني فالبرمجة الخطية حتى أنا أجي أفتهمها لازم إيش أقول؟ لازم أعرف من إيش تتكون البرمجة الخطية. أنا إذا ما فهمت من إيش تتكون عندي برمجة خطية ما حطيق أفتهمها. فالبرمجة الخطية دائما تتكون لي من العناصر اللي أنا راح أقوم بعملية إنتاج، يعني أشني المنتجات اللي راح أنتجها. فأنا هون كنت فرضت لكم انه انا عندي احدى المشاريع التجاريه وعندي احدى المشاريع الانتاجيه عفوا، وعندي نوعين من المنتج، عندي المنتج اكس 1 وعندي المنتج اكس 2. فاذا البرمجه الخطيه تتكون اول شيء من عنصرين اللي هي المنتجات اللي انا راح انتجها. ثاني شيء تتكون عندي البرمجه الخطيه من الهدف الاساسي اللي انا اريد يعني اقوم بينه. اشنو هدفي؟ هدفي هو تعظيم الارباح الى اعلى حد ممكن. انا اشن اجي أك... انا صار عندي الساعه العناصر اللي راح انتجها والهدف، هذول المحورين الاساسيين عندي بالبرمجه الخطيه. اجي ايش اعمل؟ اخذ هذول العنصرين وش اكون منهم؟ اكون السلام عليكم. نعم عيني تفضلوا. عليكم السلام، مساء الخير ست، شلون كيف؟ هلا بيك يا هلا. الله يحفظك ست، بس على مود المحاضرة على تسجليها، لأن أغلبنا ما موجودين خارج البيت طالعين والله. أعرف أحمد، أنا سبلغت زملائك قبلك قالوا راح أنزل لك فيديو شرح هاي المحاضرة كاملة، راح أرسل أي والله ست، يا ريت. محاضرات، شكرا. فحتى الشيء اللي ما راح تفهمونه راح ترجعون على الفيديو إن شاء الله تفهمونه. إن شاء الله. شكرا ست مهنا. الله يخليك. فاجي على على البرمجه الخطيه، اخذ الهدف الاساسي اللي انا عاد اسعى من تكوين عاد اسعى له من البرمجه الخطيه، وهو العناصر اللي انا عاد انتجها اللي هي اكس 1 واكس 2. انا اعطيتكم الاكس 1 حقائب نسائيه والاكس 2 حقائب رجاليه، يعني انا معمل لانتاج الحقائب الجلديه. فاجي اقول اول شيء انا ايش كان هدفي من العمل؟ هدفي من العمل هو تعظيم الأرباح، فأكون دالة التعظيم نسميها اللي هي دالة الهدف. فأجي أول شيء أخلي له بتكوين الدالة أقول ماكسيموم، الزد ترمز لي إلى موضوع البرمجة الخطية أو إلى دالة البرمجة الخطية، تساوي إيش عندي أنا؟ المنتج الأول إيش قد؟ 6 إكس 1. المنتج الثاني إيش قد؟ 4 إكس 2. فإذا أنا عندي المتغيرين الإكس 1 والاكس 2.
هذا ما راح يكفيني موضوع البرمجة الخطية، ما يكفيني بس يكون عندي دالة الهدف، يكون عندي المتغيرات، لازم ايش يكون عندي؟ لازم يكون عندي القيود. ليش احتاج القيود؟ حتى اعرف المواد الأولية اللي راح تدخل عندي بعملية التصنيع، وراح اعرف الوقت اللازم لإنتاج كل واحدة من المنتجات اللي انا راح اقدمها للمستهلك. فاجي اقول عفوا، احتاج لانتاج 6 وحدات من المنتج اكس 1 الى 8 امتار او 8 سنتيمترات، واحتاج الى انتاج المنتج اكس 2 الى 6 امتار. بمعنى انه هذا القيد يمثل لي قيد المواد المستخدمه في انتاج الحقائب النسائيه والرجاليه. الشرط مال القيد ايش لازم يحمل عندي؟ انه كلا النوعين من المنتجات، المواد اللي تستهلكها للانتاج، الشرط ماله لازم تكون اقل او يساوي 48. متى ما كانت اكثر من 48، بمعنى انه انا عندي هدر او اسراف بالمواد اللي انا عاد استخدمها في انتاج الحقائب الرجاليه والحقائب النسائيه. طبعا هسه يسال منكم يقول ليش اثنيناتهم، يعني اثنيناتهم المواد مالها من نفس القيد؟ لان انا عندي نفس الماده الاوليه اللي هي المواد الجلديه، فاجمع اثنيناتهم بقيد واحد اسمينه قيد المواد الاوليه، هذا القيد الاول. سيد، نعم عيني تفضل. هاي معادلة ثابتة؟ لا ما ثابتة، هاي أرقام افتراضية بس. أشنو اللي ثابت عندك؟ اللي هو الـ X1 زائد الـ X2 أكبر أو يساوي، هوني عندك تخلي علامة سؤال أي رقم يكون عندك. شكل القيد يعني التصميم مال القيد هو الثابت، بس الأرقام اللي داخله هاي أرقام افتراضية أنا وضعتها لغرض ما تفهمون السؤال أو الموضوع. تمام سيد. نعم يعني قيد المواد، قيد الوقت، هاي أنا حددت قيد المواد، أجي أحدد قيد الوقت. أنا حتى أنتج 6 وحدات من الحقائب النسائية أحتاج إلى إجمالي من التايم هو 7، وحتى أنتج 4 وحدات من الحقائب الرجالية أحتاج إلى تايم 5 ساعات. ها هذول الأوقات أجي أخليهم داخل قيد، فإيش أقول؟ 7x 1 زائد 5x2. الشرط اللي ينطبق على المواد انه ما يكون اكبر من الوقت المحدد عندي ضمن التخطيط المسبق من قبل الاداره، لازم يكون عندي بقيد المواد بقيد الوقت نفس هذا الشرط، انه يكونون اثنيناتهم اصغر او يساوي الوقت اللي انا عاد احدده او الماده اللي انا احتاجها للانتاج. فاقول 7x1 زائد 5x2 اصغر او يساوي 35 ساعه. متى ما تجاوزت ال 35 ساعة عمل فعليا، بمعنى انه انا عندي اهدار بالوقت. فهوني هاي الشغلات تتأكدون عليها، انه احتمال يجيك السؤال وصفي يقول لك عندك معمل ينتج نوعين من المعلبات، النوع الاول راح اسمينه اكس، النوع الثاني راح اسمينه واي، وانه انا الاساسي هو اقل لك اما تعظيم الربح او تقليل الخسائر. اذا انا قلت لك تعظيم راح تيجي تقول ماكسيمم زيت يساوي، راح تاخذ اشقد المبلغ اللي العفو اشقد الكميه اللي عندك مال المعلبات، تفترض اول واحد اكس وثاني واحد اكس 2. تيجي بعدها تكون سبجكت 2 القيود، فانا اقول لك احتاج حتى انتج 3 علب من الاكس 1 الى ساعتين، حتى انتج علبتين من الاكس 2 الى ساعه. فانت تيجي تكون قيد المواد وتكون قيد الوقت نفس ما هسه حكيت لكم، تطبقون عليها الشروط انه تخلون المواد اللي عندكم وبيناتها علامه الزائد، والشرط انه تكون العلامه اصغر او يساوي، وانا اقول لك مثلا انه لا يتجاوز 20 وحده ولا يتجاوز 10 ساعات عمل فعليه. هاي بالنسبه للمكون الثاني للبرمجه الخطيه. المكون الثالث هو قيد عدم السالبيه. هذا القيد عدم السالبيه هو اللي قيد اللي يحقق لي الشرط اللي انا على اساسه اقمت موضوع البرمجه الخطيه، اللي هو اما التعظيم الماكسيمم او المينيمم اللي هو التخفيض او التقليل. فانا شرط قيد عدم السالبيه في حاله الماكسيمم لازم يكون يساوي او اكبر من الصفر. ليش؟ لان انا بحاله التعظيم اذا قلت اقل او يساوي الصفر، اللي هو هذا انا عاد احكي عليه، اذا قلت اقل او يساوي الصفر معنى انا بحاله الخساره. فاذا انا من اكون بوضع الماكسيموم مثل ما نحن هسه وضعنا هوني، راح اقول يكون
اكبر او يساوي الصفر. طبعا اللي حتقولوا ليش يساوي الصفر اذا انا غيدة تعظم الارباح؟ دائما المشاريع في بدايه انطلاقها الاول بالعمل يكون اجمالي ارباحنا على صفر، تمام؟ بعد فتره تخشى يصير هامش ربح بس يصير قليل جدا، بعدها تبدي عندنا الارباح الفعليه، فانا اقول يساوي او اكبر من الصفر، فعاده المساواه مع الصفر هي بدايه المشروع، والاكبر هو اما الاكبر من الصفر بشكل قليل واللي هي بدايه المشروع، او يكون اكبر بكثير واللي هو حاله الربح الفعلي. تكوين داله الهدف او القيود او تكوين قيد عدم السالبيه، اكو اي سؤال او استفسار عنه قبل ما انتقل على الموضوع طريقة الحل؟ هسه اكو نموذجين في المعادلة ما تمام قلتي؟ نموذجين، انا اذا هوني قلت لك بحاله المينيمم وحسي عندنا مينيمم زيت يساوي ال 6 اكس 1 زائد 4 اكس 2، تجي على قيد عدم السالبيه هوني ما تقول قيد عدم السالبيه اكبر او يساوي صفر، هذه انتبهوا عليها. من اكون بحاله المينيمم انا هوني ما يكون عندي قيد عدم السالبيه اكبر او يساوي صفر، راح يكون عندنا اصغر او يساوي الصفر، لان انا عدس الى تقليل الخسائر. يعني ممكن يكون نموذج واحد أو مثلا أكثر من اثنين لو هو مثال يعني هذا بس. وين صب عيني عبد الرحمن؟ ما بالله نعم ست، عبد الرحمن هوني هو قصدي يعني هذه أو اللي قبله، يعني هل إنه ممكن يكون غير يعني غير غير نموذجين مثلا هسه ثلاث مثلا أو نموذج هسه واحد مثلا؟ لا انت من تيجي تحل مشكله البرمجه خطه يكون عندك نموذج واحد، اما الماكسيمم او المينيمم، لكن العناصر اللي راح تكون تقوم بانتاجها ما بكل المرات يكونون اكس 1 واكس 2، احتمال يكون عندي اكس 1 اكس 2 اكس 3 تمام، تكثر يعني أكثر ممكن اكثر من متغير، خلينا نسميه متغيرات لا نقول عناصر حتى تصل كم الفكره. ضحكوا عيني، بالبرمجه الخطيه عندنا نموذجين، عندنا اما حاله الماكسيمم او حاله المينيمم. بالبرمجه الخطيه عندنا نوعين، اما يكون عندي متغير يعني اللي هم الاكس 1 والاكس 2، او يكون عندي اكثر من متغير اللي هو الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3. طبعا كل وحده منهم راح تختلف بطريقه الحل، زين؟ فانا ما راح اطيق احل اذا كان عندي اكثر من متغير متغيرين بنفس الطريقه اللي احل بها المتغيرين، لكن اذا يكون عندي متغيرين اطيق احل باي طريقه من طرق البرمجه الخطيه. قبل ما اعبو هاي الورقه، اكو اي سؤال او استفسار؟ اكو حد ما فهم نقطه؟ صدق اكو مثال على هذا النا؟ هسعته هسه راح نروح عشان طريقه الحل. يعني هسه نحن ايش تعلمنا؟ تعلمنا البرمجه الخطيه الغايات اللي تسعى لها اللي الماكسيموم والمينيموم العناصر ماله كلها تعلمنا. نيجي على طريقه الحل، احنا لحد الان ما حلينا، لحد الان كوننا عناصر البرمجه الخطيه اللي هي ثلاثه، داله الهدف والقيود اللي تكون قيد المواد وقيد الوقت وقيد عدم السالبيه. حتى اجي احل عندي طريقتين للحل، اما احل بطريقه الرسم او احل بطريقه السمبلكس او طريقه الجدول. طريقه الجرافيك او الرسم هاي الطريقه احل بيها اذا كان عندي متغيرين بس، اذا كان عندي بس متغيرين، لكن اذا كان عندي اكثر من متغير انا ما اطيق احل بالرسم. ليش؟ لان الغايه الاساسيه من طريقه الرسم انه انا اكون احداثيات، هاي الاحداثيات اسقطها داخل الرسم واحاول اقاطع بيناتها حتى اصل لمنطقه الحل الممكن، لكن من يكون عندنا اكثر من 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 متغير ما راح اكون احداثيات. احنا نعرف الاحداثيات من اشنو؟ تتكون من طرفين، انتبهوا على المؤشر، الطرف واحد للاكس 1 والثاني للاكس 2، ما عندنا احداثيه اسمها اكس 1 اكس 2 اكس 3، ما عندنا. فاذا من نرسم اذا كان عندنا متغيرين فقط، يعني هسه انا بالامتحان اذا اجيب لك متغيرين وما احدد لك الطريقه اللي تحل بها مساله البرمجه الخطيه، روح ارسم راسا وكمل حلك وهذه انتهى الموضوع. لكن اذا انطيك اكثر من متغيرين انت ذاك الوقت بلا ما اقل لك وما تسالني باي طريقه راح تحل، العفو، راح تلقائي تروح على طريقه الجبر او السمبل تحل بيها. فنجي على الطريقه الاولى، طريقه الرسم قلتوا الشرط الاول بطريقه الرسم اللي يكون عندنا متغيرين. ايش ناخذ بطريقه الرسم؟ ما اخذ لا داله الهدف ولا قيد عدم السالبيه. راح اخذ حصر القيود، دحقوا القيود اللي عندي اخذها محصرا
بعدين مو اجي اشتغل عليهم. عشان اجي اشتغل عليهم اجي اكون هذه الجدول الصغير بصفحه القيود، وانطيل الجدول الطرف الاول من جهه اليسار الاكس 1 والطرف الثاني من جهه اليمين اللي هو الاكس 2، انطي لهذا العمود الاكس 1 ولهذا العمود الاكس 2، واجي ارجع على قيد من القيود الموجوده عندي بصفحه الجدول، واقف على القيد الاول اشقه. اذا انا افترضت زين قيمه الاكس 1 صفر، بمعنى قيمه الاكس 2 6، فصارت عندي الاحداثيه الاولى اللي هي 0 6، يعني بمعنى انه انا هون عندي نقطه للاكس 2 بس ما عندي نقطه للاكس 1. ما انتهى عندي الحل، يعني قصدي العفو ما انتهى عندي القيد الاول، ارجع له مره ثانيه واجي بالعكس اقول اذا انا عاد افترض انه الاكس 1 قيمته 8، بمعنى انه قيمه الاكس 2 0، فتكونت عندي الاحداثيه الثانيه. بالنسبة لهذا القيد هذه انتهى موضوع بالحل. ليش؟ لأن أنا كونت النقطتين اللي أنا راح أحتاجهم بعملية الرسم، وهوني حجزت الكمية دحقوها هكذا وكتبت لكم عليها القيد الأول. بنفس الطريقة بنفس الأسلوب أرجع على القيد الثاني، أقف على المتغير الأول أقول ممكن تعيدين بس مال 8، إذا فرضنا إكس 1 8 شلون يصير صفر إكس 2؟ ماكو إشكالية، تحق عيني تيجي أنت على القيد وتقف على الاكس 1 هكذا، يعني فكرك تقول انا راح افترض انه قيمه الاكس 1 صفر، بمعنى اذا كانت قيمه الاكس 1 بهذا القيد صفر راح تكون قيمه الاكس 2 6، فتجي تكتب هون 6. هاي ايش الهدف منه؟ الغايه انه انا اكون هاي النقطه مع الاحداثيه اللي راح اعطيك اسقطها على الرسم. وبنفس الشيء اجي اقول اذا انا بنفس القيد بعد ما طلعت منه اقول انه انا اريد افترض انه قيمه الاكس 2 صفر اللي هي هوني، بمعنى انه قيمه الاكس 1 راح تكون عندي 8، فصارت 8 0. تمام ست واضحه. هسه اجي نعم ست، بس هاي الحاله انه الطرف الثاني من المعادله يساوي صفر، ما تمام؟ لا دحقوني، ما راح العب بالطرف الثاني، ما راح اجي يمو، ما يعني قصدك اللي بعد الاصغر او الاصغر او اليساوي، ما بالله بالضبط ست، يعني قصدي انه هي كمعادله حتى تطلع عندنا رقم لازم يساوي، ما تمام؟ لا انا هوني ما عاد الغينه، ما عاد اغيد يعني اتجاهله، تعرف شلون؟ انا بس مجرد اريد احول هذولي من صيغه الى صيغه تمكنني من الرسم، هي بصيغتهم هكذا ما راح اطيق ارسمهم. وصلتك الفكرة؟ هاني ما عاد عالجة، يعني أنت عاد تحكي عن معالجة بالرياضيات من كنا نعالج. أنا قصدي مثل الرياضيات يعني لو يشو. إيه لا لا لا، أنت عاد تريد إنه من حالة المساواة من تنقلهم على من طرف على طرف وعندك علامة مساواة، لا أنا هوني ما عاد ألعب، ما عاد أنقل كل شيء، ما عاد أغير، أنا هوني بس أريد أحول الإكس 1 والإكس 2 من صيغة أرقام تابعة للمتغير الاكس 1 والاكس 2 الى صيغة نقاط بامكان اسقاط تسقيطها على المحاور بس. وصلتك الاكس واي قصدك؟ تمام الاكس والواي، اما تسمي له اكس 1 واكس 2 اما تسمي له اكس واي ماكو اي اشكاليه، المهم انت مش عايشني الرمز اللي انا راح انطيك، مو انت على اساسه راح تمشي، هاي بس مجرد تعبير عن العناصر. فاجي على القيد الثاني بنفس الطريقه اقول انه قيمه الاكس 1 بالبداية 7، بمعنى قيمة الإكس 2 0، فصارت عندي نقطة 7 0. أسألك فيا يسألون ليش ما قلتي مثل القيد الأول أنه هوني الصفر وهوني الخمسة وبعدين أجي على الإكس 2؟ ماكو أي إشكالية، أنت بأي متغير تبدي بإمكانك أنه دغري تبدي بينه، فأنا عملتها حتى تصلك الفكرة. أما تبدي بالإكس 1 وتقول صفر إكس 2 قيمتها 6، أو تبدي بالإكس 1 قيمته 7 بعدين الإكس 2 0، إيه ما هو اللي راح تبدي بيه هو صح، فعملت الكمية بالشكلين. وصلت؟ تمام ست. تمام. فأجي نعم عيني، طبعا يعني بصراحة يعني أنا أعتذر منكم إنه الوقت المحاضرة كثير متأخر وأنتم تعبانين، بس عاد تشعرون سبحان الله إنه الوقت ما صالحنا، محاضراتنا على طول يا أنت معدكم دوام يا أنا عندي التزام محاضرة وامتحان، فيعني ما راح أطول عليكم، بس أريد أتفق معاكم حتى نكمل موضوع السمبلكس اللي داخل بالامتحان، ما راح أطيق كله أكمله هاليوم لأن يعني ما أعتقد تتحملون بصراحة، شوية لخو تبدون تخرجون خارج الموضوع.
نتفق لنا على يوم ناخذها يعني، بس يعني عصريات، بس ساعة زمان أكمل الموضوع وهذا و تمام عادي، أنا ما على راحتك. كيف كيست معكم مشكلة؟ على أي ما يوم تريدون؟ إذا الطلاب يقولون إذا هاي غد، والله ما تريدون الأربعاء بالست المغرب؟ ست الأربعاء على الامتحان ما نطيق ست. إيه ست الأربعاء امتحاننا خميس. يعني ما عدنا بس غدا ست. يلا غدا اخذكم قبل هذا الوقت، ايش رايكم؟ بس خلينا نكمل موضوع الرسم، يضل كم بس السمبلكس حتى تكمل مادتكم للامتحان. خوش تمام ست ان شاء الله. ان شاء الله زين عيني، فجيت وكونتوا هاي النقاط. انا ايش راح تفيدني هاي النقاط؟ انه ابدي اسقطها على المحاور. ايه هوني اللي هسه على الطريقه اللي كانت تعلمته، انه هذا الاكس 1 وهذا الـ X2، تمام؟ هذا الـ X، هذا الـ Y. نحن هوني ما عم نقصد بيه من المحور السيني والصاعدي، هوني عم نقصد بيه محاور تعبر لي عن العناصر، فأنت بإمكانك تخلي هوني الـ X1 وهوني الـ X2، بس المنتصر غايتك الأساسية إنه تسقط النقاط على الـ الرسم. طبعًا هاي الورقة حصل لها الكمية حتى تخربطوا بالامتحان، وعملت كمان الـ X1 والهوني الـ X2 قبل ما أرسلها لحمد. فأجي أسقط النقاط، أجي أقف على النقطة الأولى، إيش تقلي النقطة الأولى؟ تقلي إذا كان عندي الـ X1 صفر، من الـ X2 أشقد 6، فأجي أشره على المحور. وأرجع على النقطة اللي بعدها، تقلي إذا كان عندي الـ X2 صفر، بمعنى إنه الـ X1 8، فصارت عندي النقطة 6 8، أحاول أوصل بيناتهم. بنفس الطريقة أرسم القيد الثاني، يقول لي القيد الثاني إنه قيمة الـ X1 7 لما تكون قيمة الـ X2 0، فإذا هاي السبعة. والنقطة الثانية تقول لي إنه قيمة الـ X2 5 لما تكون قيمة الـ X1 0، فأوصل بيناتهم. إيش ظهر عندي؟ ظهر إنه هاي القيود ما تقاطعت عندي. أنا الهدف الأساسي والأول من عملية الرسم هو مقاطعة القيود. لما تجينا هكذا حالة بالامتحان، راح أجي أقول إنه هذه الحالة أو هذا الرسم مشكلة غير مقيدة، لأن القيود عندي ما تقاطعت، فليس بالإمكان حل مشكلة البرمجة الخطية. تعمدت أجيب الكمية بالبداية حتى تفهمون الهدف الأساسي من البرمجة الخطية. هوني كرسم هذه انتهت عندي المسألة، ليش؟ لأن ما تقاطعت عندي القيود. لكن إذا أنا أخذت واحد من المسائل البرمجة الخطية وكانت هاي الموضوع أنه بيناتهم تقاطع، مثل هوني جيتوا قال لي حلي بطريقة الرسم، جيتوا أش عملتوا؟ خليتوا الجدول وافترضت بكل مره انه قيمه الاكس 1 0، قيمه الاكس 2 6، قيمه الاكس 1 5، قيمه الاكس 2 0. وبالعكس هوني 0 5 7 0 كونتوا القيود وجيتوا رسمتوهم على ست. عذرا على المقاطعه، تفضل. ست يصير اكس 1 اكس 2 اكس 3 هذه الحاله؟ لا بالرسم ابد نهائي، ما يصير عندك اكس 1 اكس 2 اكس 3 من تغشى بدون اي تفكير. يعني هكذا احفظوا مثل ما تحفظون اساميكم، من اعطيكم بالمتغيرات اكس 1 واكس 2 واكس 3 تروحون راسا على طريقه السمبلكس، لا تسالون باي طريقه تفكرون، خوش؟ حتى لا تخلصون الامتحان. لكن اذا جاك المتغيرين بس اكس 1 اكس 2 تطيق تحلوا بطريقه الرسم وتطيق تحلوا بطريقه الجدول. هاي المعلومة خلوها عندكم. إذا أنت تعلمت طريقة الجدول، نعم يعني إذا أنت تعلمت طريقة الجدول وتعلمك كان كلش مضبوط، أنت بإمكانك إنه تحل بطريقة الجدول المتغيرين أو تحل بطريقة الرسم. لكن إذا كان عندك ثلاث متغيرات أنت تكون محكم إنه تروح على طريقة الجدول. جينا دحقوا هوني، من وصلنا بين النقاط مال المتغيرات، ايش كون عندي التواصل المرور واحد بالله؟ كون هذا التقاطع. زين هذا التقاطع من تقاطعوا اثنيناتهم ايش كونوا؟ كونوا نقطة. ليش اقول عليها نقطة؟ لان هاي النقطة اذا جغيتوا خط عدل منه عمودي على المحور الاكس و2 ايش راح تكون عندي؟ ايش كون؟ رقم جديد على المحور الاكس 1، يعني بمعنى كون نقطة
نقطة جديدة، هاي النقطة بإمكاني إنه أختبرها بدالة الهدف. أنا ليش أقاطع حتى أستخرج النقاط اللي بإمكاننا إنه ندخلها بدالة الهدف. ومن سحبت خط من هاي النقطة على المحور الإكس 1 أش صار عندي كون نقطة جديدة على الإكس 2 على الإكس 1 العفو. فأنا من هذه تقاطعت عندي أش كونت؟ كونت إيه هاي دقة على تقشعون المؤشر ويا سرعة يمشي حدود المؤشر. هاي المنطقة شو أسميها؟ منطقة الحل الممكن. راح أأشر الكمية على الورقة قبل ما أرسل الكمية، راح أسميها منطقة الحل الممكن. ليش أسميها منطقة الحل الممكن؟ إنه أي نقطة موجودة على هاي المنطقة اللي يمكن بالإمكان إدخالها داخل دالة الهدف، النقاط اللي موجودة داخل هاي المنطقة هي 5 3 3.5 5 0. بمعنى أنا عندي النقطة الأولى اللي هي 5 5 0 هوني، هاي النقطة قيمتها 5 0. هاي النقطة إيش قد إحداثيتها؟ إحداثيتها 3 3.5. الإكس 1 والإكس 2 مالتها اثنيناتهم بيهم أرقام. هاي النقطة إيش قد إحداثيتها؟ أكو حد يقول لي إيش قد إحداثيتها هاي النقطة؟ 5 هاي 0 5. عفي عليك، قيمتها 0 5. هوني ايش قد القيمه؟ 0 3 0 0 0 0. عفية عليك عليك 0 0. اجي اخذ هذول الاحتافيات اللي انا سحبتوهم واحاول واسب اوديهم ارجعهم على داله الهدف. فايش قد كانت عندي داله الهدف؟ كان 6 x1 زائدا 4 x2. فابدي من هاي النقطه، هاي ايش قد الاحتافيه مالها؟ 0 0. بمعنى 6 في 0 زائد 4 في 0 دحقوا اللي هي يعني ايش؟ اجي هاي هوني ايش راح تتعوض بدالة الهدف؟ راح تكون عندي 6 في 5 زائد 4 في ايش قد؟ في 0. عفية، 4 تكون عندي في 0 اللي هي يعني دحقوا 6 في 5 زائد 4 في 0. اجي هوني ايش قد راح تكون القيم اللي عندي؟ اكو حد يعوض هاي النقطه بدالة الهدف؟ ايش قد تصير عندي النقاط؟ 6 في 2.5 زائد 4 في 3. 6 في 3 زائد 4 في 3.5 طاها 3.5 القيمه، لان شوي كنت تعز عن 3. فيصير 6 في 3 زائد 4 في 3.5 اللي هي يعني دحقوا هاي هوني النقطه الثانيه. ايش ظل عندي؟ ظل عندي شيء؟ ظل عندي هاي، تمام؟ فيصير 6 في 0 زائد 4 في 5، طلعوا عندي 4 نقاط. دحقوا هسه لو نجي نحكي على ذول النقاط من وجهة نظركم، اي ما هي اي لو بي لو سي لو دي راح يكون عنده تعظيم الاهداف. نحن ما قلنا الهدف الاساسي تعظيم الربح، تمام؟ فاي نقطة راح يكون عنده تعظيم؟ الاي وجه الاي والبي. انا اما انتج العنصرين اللي هي الحقائب النسائيه والحقائب الرجاليه، واش اعمل؟ احقق اعلى نقطه ربح اللي هي 44، تمام؟ نتيجه الانتاج مال العنصرين اللي هي الحقائب الرجاليه والحقائب النسائيه باشتراط اشنو؟ انه ما يتجاوز عندي المواد 30 والوقت 35. زين؟ بس شلون صارت المعادله مال ذاك 6 اكس 1 زائد 4 اكس 2؟ هاي المعادله عينك تجيك جاهزه بس يعني هاي منطقه الحل اللي تسمى هاي داله الهدف تجيك جاهزه بالسؤال. انت من تسحب النقاط تجي تعوض بها النقاط كل نقطه مكان الاكس 1 والاكس 2. ست هذوك الاثنين اللي فوق هم يجون جاهزين؟ يعني انت اذا يجيك سؤال مباشر مع البرمجه الخطيه راح انطيك داله الهدف وراح انطيك القيود وقيد عدم السالبيه، انت راسا ترسم او تحل بطريقه الجدول. اذا اعطيتوك مساله وصفيه يعني مثل ما هسه حكيته قلت معمل عنده منتجين، انت تلقائيا راح تعرف انه المنتج الاول هو اكس 1 والمنتج الثاني اكس 2. واكمل لك اقول لك انه يحتاج حتى يكمل انتاجه من المنتج الاول الى مثلا 50 قطعه 60 قطعه، انت تعرف هاي القطع هي قيد المواد وبعدين الوقت. فانت تكون، بس انت ايش تنتبه؟ تنتبه ايش يكون هدفك من الموضوع، هدفي التعظيم او التقليل. فبكل مره راح تختلف عندك ال الاسم الداله راح تختلف عندك قيد عدم السالبيه. بعد اكمل
ست احنا عندنا خمس نقاط شو عوضنا بس أربعة. ليش عندك خمس نقاط؟ عندك هاي نقطة نقاط القديمة وعندنا النقطة اللي طلعت جديدة. لا ده حق عيني، أربع نقاط القديمة، إيه هاي النقطة ستة وسبعة هاي راحت عندك، ما صار ضمن منطقة الحل الممكن، خوش التقاطع عش دخلك؟ دخلك إيه هاي النقطة خمسة واحد، وهاي النقطة الثانية اللي بيها متغيرين، وهاي النقطة الثالثة، وهاي النقطة الرابعة، هذول النقاط اللي عندك الاثنين اللي كانوا من بداية السؤال، هذول عندك سقطوا ما دخلوا ضمن منطقة الحل الممكن. ليش أنا اخترت هذول منطقة الحل الممكن؟ لأن في هاي المنطقة حددتوها إنه أنا بإمكاني إنه أنتج، العفو بإمكاني أحقق ربح بها. لو أجي أخذ هذول النقاط هون راح يصير عندي تجاوز للفترة الزمنية وللمواد اللي أنا خليتوها بالسؤال، فراح أش يكون قدام المشروع؟ أما يكون قدامه ينتج العنصرين اللي هي من X1 وال X2 بحقق ربح 44، أو إذا ما توفرت له المادة الأولية الكافية فيكون بإمكانه أنه يتوقف عن إنتاج الـ X2 ينتج الـ X1، وبالحالها ما راح يكون ربحه عالي اللي هو 30، لكن الـ C ما راح تخدمني هاي الـ 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 النقطة، ولا الـ D لأن هاي راح تكون نقطة بداية المشروع أو نقطة عدم تحقيق الأرباح، وأنا كمشروع ما يصير عندي هذا الكلام. هاي لي هوني بس هاي بس لي هوني أخذنا موضوع الرسم، أكمل الجدول له على غدا. والله استعلوا على غدا. على غدا بالأشقاد حمد موجود عايز يسمعنا؟ أي نعم ستوية. تتفق مع مطرد لي الخبر بالأشقاد أخذ كم بلا زحمي عليك؟ عادي ما في مشكلة. ضحكوا تعفوا.